أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجيه حرص مملكه البحرين الدائم على ترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين الاديان والثقافات واحترام الحريات الدينيه كثوابت راسخه في ظل النهج الانساني لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم جلسات مؤتمر توسعه الافق حريه الدين والمعتقد الذي يعقد برعايه ملكيه ساميه وبالتعاون بين مملكه البحرين والاتحاد الاوروبي حيث نقل سعاده وزير الخارجيه تحيات وتقدير حضره صاحب الجلاله الملك المعظم راعي المؤتمر وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى جميع المشاركين في هذا المؤتمر. وأعرب وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بتاريخ مملكة البحرين وقيمها الأصيلة والمستمدة من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وتجربتها العريقة كمركز تجاري إقليمي، ما أسهم في ترسيخ التسامح والتعايش واحترام الأديان والمعتقدات والثقافات، وترابط النسيج الاجتماعي وتوطيد ريادتها في المنطقة كموطن لجميع الطوائف الدينية. ونوه سعادته بترحيب مملكه البحرين بممارسه الجميع شعائرهم الدينيه ومعتقداتهم بكل حريه واطمئنان، مشيرا الى تواجد المساجد بجوار الكنائس ومنها كنيس للطائفه اليهوديه ومعبد للهندوس واخر للسيخ، تنسجم جميعها في اطار من الود والتجانس. وكان أحدثها افتتاح كاتدرائية سيدة العرب الكاثوليكية في عوالي على أرض تبرّع بها جلالة الملك المعظم وأكد الزياني حرص مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم على ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والإخاء والتضامن الإنساني ونشر قيم السلام والتعاون والحوار بين مختلف الأديان والحضارات ونبذ النزاعات المثيرة للانقسام والكراهية الدينية أو العنصرية وتكريس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية توسعه الافق حريه الدين والمعتقد بهذا العنوان انطلقت اولى جلسات المؤتمر الذي ياتي ليكمل مسيره التعاون الانساني في مملكه البحرين القائم على مبادئ الحوار المنظم والتعدديه والتنوع لتعزيز احترام حريه الاديان والمعتقدات على الصعيدين الاقليمي والعالمي منذ القدم وحتى الان لا تزال مملكه البحرين تولي الاهتمام البالغ لترسيخ الحريات الدينيه والقيم والمبادئ الانسانيه القائمه على احترام التعدديه وتعزيز التسامح والتعايش وتنشر رسالتها الحضاريه الى العالم من خلال نموذج حي على ارضها يبين عمق التعاون والتشارك المجتمعي بين جميع افراد المجتمع في الحقيقة هي مسلك هذه الدولة منذ سنين يعني. وأنا أعتقد بأن البحرين في الحقيقة تستحق أن تكون بوابة الاتحاد الأوروبي للمنطقة من طبعاً باب الحريات الدينية خاصة و واحترام الاخر الى اخره من هذه الامور يعني فاعتقد بان هذه البوابه هي التي ستفتح افق, أفق جديده بالنسبه للاتحاد الاوروبي في المنطقه والبحرين ستكون باذن الله هي الوجهه الرئيسيه للاتحاد الاوروبي ولكل من يرغب في ان يتعرف على هذه الحريات منذ زمن طويل هذا المؤتمر يعد بصراحه باكوره للتعاون بين مملكه البحرين والاتحاد الاوروبي في هذا المجال في مجال عقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصه في موضوع مهم وهو موضوع الحريات وموضوع حريه المعتقد والدين وحقوق الانسان. كذلك هذا المؤتمر يضم شخصيات دوليه كبيره متخصصه في مجال اعتقد جازما بانه المجال الجامع لكل شعوب العالم وهو مجال الحريات. وعلى مدى ثلاثه ايام سيكون هذا المؤتمر بوابه يستمر من خلالها العمل لنشر مبادئ السلام والمحبه والاحترام ويسلط الضوء على التجربه البحرينيه التي باتت نموذجا يستلهم الجميع منها الاعتدال والوسطيه ليترجم الاسهامات الداعمه التي تعكس تنوع البحرين بفضل الدعائم الثابته التي ارساها جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه رؤى جلالة الملك الله يحفظه والقيادة الرشيدة ساهمت وايد في دعم هاي التجربة على مدى أيام المؤتمر بيعرضون تجاربهم اللي هي كلها بالتعاون مع أطياف المجتمع لتعزيز التعايش والتسامح المؤتمر لن يكون الأول فقط ولكن والأخير فقط ولكن أنا واثق أنه هيكون في مؤتمرات كل سنه وهيكون في تسابق للناس اللي ماجوش لانه سمعوا عن المؤتمر فهيكون ده حافز ليهم قوي جدا انه ييجوا ويقيموا المؤتمر على ارض البحرين ارض السلام هذا المؤتمر اليوم يثبت ان البحرين هي لها لها دور كبير في حر حريه الديان ليش؟ لان مجتمعها يفهم طريقة الحياة في الحريات الدينية. سعيدين جدا احنا كطلبة حضور والمشاركة في المؤتمرات اللي تعزز التعايش والتسامح بين الاديان، بالعكس هذه اضافة لنا وتشريف لنا دعواتنا على هذا المؤتمر وينعكس انعكاس ايجابي اكيد علينا، يعزز روح التعايش والتسامح بيننا وخصوصا احنا في البحرين مجتمع جامع كل الاديان. الرؤيه الشامله لجلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه كانت الاساس لخلق بيئه مثاليه تدعم التعايش والاحترام المتبادل بين الخلفيات التاريخيه والدينيه والفلسفيه المختلفه رسالة للعالم تأكدت خلال انطلاق أعمال هذا المؤتمر بأن مملكة البحرين تعتز بتجربتها الرائدة في مجال حرية الأديان واحترام التنوع الديني لتجدد جديتها بنقل نموذجها للتعايش السلمي للعالم أجمع وبشكل مستمر ومتجدد. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.